Hi. How are you? Good afternoon, how are you? I'm fine, hi. Thanks, Jose. Yeah. We are coming to apply for a tourist visa. We want to visit Mozambique soon. Okay. So we are coming for this. Okay. المشوار اللي جينا له ما تمش. سفارة موزمبيق طلبة من المصري والألمانية كشف حساب وحجوزات، واحنا لينا اصلا يعني انا كمصري ليا فيزا عند الوصول، خدها وانا في الحدود، وكمان فلوس اكتر. يعني فيزا عند في الحدود $50 وفيزا عند السفارة ب110. فليه التبذير بقى؟ فنروح بقى ايه، نعدي الحدود بلانتاير، تحسها كده شبه المعادي. شحنا كل حاجة، درون، موبايلات، كاميرا، جو برو، باور بانك ده ممكن يعيشنا 3 ايام او 4 ايام، كاميرات وموبايلات وكله شحن مستمر. مهمة صعبة لان احنا مش عارفين اصلا هيبقى عندنا كهربا مرة الجاية امتى. الموضوع ما فيه بقى ان موزمبيق كمية الفساد اللي فيها واللي سمعنا عنه كبير جدا. يعني حتى في السفارة امبارح كانوا بيقولوا لنا ان انتوا لازم تطلعوا تأشيرة من هنا عشان احتمال كبير يرجعوكم من هناك. ده غير بقى الطرق اللي سمعنا عنها اللي هي اسوأ طرق في الدول اللي احنا هنزورها كلها، مفيش معلومات. يعني كل المعلومات اللي احنا جمعناها من ناس احنا بنقابلهم في سفرياتنا، فمش عارفين هنعدي الحدود ولا لا، هننام فين النهاردة، الله اعلم. لازم نقطع مشوار محترم عشان نقف في محطة الاتوبيس، عشان ما فيش حد هيقف لك في نص الطريق. عمار يا ملاوي، وربنا وحشتني مصر. يعني تلاقي العربية بتقف لك كده في نص الطريق السريع ولا اي فكرة. يعني عربية نص نقل وعملها ميكروباص. Hey, this. That is not the border. The shortcut to the border. No. Border. This one is two guys. Only two guys. Let's go. This guy. That one. Guy. I'm the driver of that minibus. Okay. So connector. This one. Bus. Shortcut to the border. Akunama. Choka wera kisho. تمت الكوميديا، ميكروباصات في ملاوي. نروح بقى ايه، نركب بقى للحدود. عشان نوصل الحدود ناخد لنا ساعتين كده. ينفع كده نتقلب يا جماعة. عندنا حدود ملاوي ومرضوش يسيبونا الا لما يقلبونا. واحد معاه فيزا 3 شهور يقول لك والله انت لازم كل بعد او كل شهر تروح تجدد الفيزا، وهي اصلا 3 شهور بس انت لازم تجددها. يا جماعة طب اعمل ايه؟ تروح بلانتاير تاني، يعني بعد ساعتين مرواح وفلوس وبتاع مش عارف ايه، تروح بلانتاير تاني. بعد ما تروح بلانتاير تاني تدفع هنا. انا Is this Mozambique or Malawi؟ اوكي. المهم يا جماعة ان احنا يعني ايه قلنا لهم، هو احنا يعني ما ينفعش ندفع هنا بدل ما نرجع نروح هناك؟ قالوا والله ممكن تدفع بس مش هنديك فاتورة. قلت له والله انا مش عايز فاتورة.
وديكم شايفين يعني كل خطوتين واحد عايز يقلبنا بفلوس، نعمل ايه يا ربي؟ بس يعني يعني 10 دولار انجدونا من هناك، دفعنا لهم 10 دولار كده في الاستخب، بس 10,000 كوتشه يشبرقوهم. نروح بقى ايه على حدود موزمبيق اللي هتنفخنا النهارده، انا عارف. اشوفكم. عندنا الحدود كان اتنصب علينا نصبة تمام. لما تلاقي فلوسك ناقصة ما تقولش، ما تديلهاش في ايده تاني، خليها في جيبك. عدي بقى ايه موزمبيق. بونا فاجا مونا يا نبا. على محطة الباص لأول مدينة، يعني مواضيع جت سلقة كده. احنا كنا متوقعين ان احنا نقعد نطول بقى ساعتين ثلاثه في الاميجريشن عشان اعدي من على الحدود، عشان الموضوع طلع اسهل مما نتخيل. يعني يا دوبك خدوا جوازاتنا، طبعوا لنا الفيزا، صورونا، خدوا بصمتنا، طلعنا اميجريشن نفسهم وصلونا لغايه هنا. جينا نغير فلوس كنا هنتسرق. دلوقتي رايحين بقى لأقرب مدينة عشان ننام فيها النهاردة. كفاية كده، كفاية كده توتر.